كشفت نتائج دراسة أن تناول النساء ل 30 جرام من الشوكولا يومياً خلال فترة الحمل من الممكن أنه يكون مفيد لنمو وتطور الجنين. وبيّنت نتائج الدراسة أنه للشوكولا فوائد عديدة مرتبطة بتناولها بشكل معتدل، فهي بتحتوي على مضادات أكسدة ترتبط بخفض خطر الإصابة بأمراض القلب وخفض الكوليسترول المرتفع. وكلما كان لون الشوكولات داكن أكثر، كانت محتوياتها من مضادات الأكسدة أعلى. وأيضاً وجدت دراسة علمية سابقة أن التناول المعتدل للشوكولا خلال فترة الحمل مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وبينتج عن هالحالة انخفاض بتزويد الجنين بالدم بسبب ارتفاع ضغط دم الأم. وبالنهاية أوضح الباحثون أنه تطور الطفل ونموه لدى الأمهات التي يتناولن 30 جرام من الشوكولا يومياً كان أفضل من النساء الأخريات.